السلام عليكم لاباس عليكم. اليوم في هذه الحلقة غادي ان شاء الله غادي ندير لكم كيفاش غادي نشرملو اللحم وكيفاش غادي ندير ليه باش يجينا شتي. دونك غادي يكون واخا يكون اللحم قاصح خاصو، ولكن خاصو نبدا هاد المقادير وهاد لا مارينات اللي غادي نديرو ليه خاصها تبقى فيه على الاقل واحد ساعتين ديال الوقت باش تدخل اللحم وتفتي. دونك اللحم على القياس اللي عندكم، يعني شوف كل واحد كيدير على قد هادو. انا عندي هنايا 2 كيلو ديال اللحم، وغادي ندير معاهم 2 ديال البطلات، 2 ديال البطلات اللي غادي نحكهم في حكاكه رقيقه. هذه غير لا ماريناد، يعني غادي نخليهم غادي يرقدوا، ومن بعد غادي نهزو داك الحيمات ونزيدو عليهم كل واحد شنو تيبغي يدير، يعني يدير معاه بصله مشلضه ولا يعني هذه غير ماريناد وغنخليو دو كوتي. اللي بغينا نديروه على تيساع ونجمدو الا كنا كنشوف كونتيتي كثيره، يعني نديرو على تيساع ونجمدو، يعني ولا بدا خاص تيرقد في هاد ماريناد، ومن بعد عاد غادي نديرو دوك نحطو ديك الساعات نخلصو كما بغينا. دونك غادي نحتاج هنايا، هنايا عندي 2 كيلو ديال اللحم، هنايا عندي 2 ديال البصلات على حسب اللحم، يعني نقدر نديرو حبه ديال البصله، يعني مويان حبه ديال البصله في الكيلو. عندي قزبر ويابس، الملحه، وعندي هنايا الكمون، يعني هنايا غادي ندير 2 ديال المعالق عامرين صغار مي عامرين مزيان ديال القزبر. الملحه غادي ندير غير معلقه صغيره، لان حتى الملحه حتى هي اللي كتخلي اللحم غادي شي يدخل فيه، يعني يتحتوى. حتى هي غادي ندير غير كونتيتي صغيره حتى نبغي نطيب بعد غادي نزيدو. غادي ندير هنايا مع 2 معالق ديال الكمون صغار، وغادي ندير نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه نص كاس ديال الزيت البلديه، ونص كاس ديال الزيت النباتيه، وتقريبا واحد 2 معالق حتى 3 معالق ديال الخل. هاد البصله غادي نحكها في الحكاكه رقيقه، غادي نحكها في هادي باش تولي الماء، باش تولي بحال الماء. وهي اللي كهذا هو هادي هي اللي كتخلي لينا اللحم يجي فتي، هي والخل. غادي نحك البصله وغادي نتلقى معاكم. دونك هنايا حكيت البصله، حكيتهم بجوج، غادي نزيد عليهم بسم الله عدد الحيمات. ديجا راهم يعني مقتولين ومسقطرين، قزبر كيما قلت معلقة الأولى، 2 معلقات وافين، الملحة غادي ندير غير نص معلقة ديال الملحة في الأول، لأن مخاصنيش ندير الملحة بزاف لأن حتى هي مكتخليش اللحم يسر. دونك هدا الخل معلقة، 2، 3 المعلقات. هذا الزيت مخلط بلدية وزيت مخلطة ما بين زيت بلدية وزيت نباتية. هذا كمون غادي ندير حتى هو 2 معلقات، يعني معلقة في الكيلو. وهذا الإبزار غادي ندير نص معلقة. غادي نخلطو هادشي هكا، يعني تدخل فيه العناصر كامله، البصله والزيت وكلشي. غادي نخلي فوق هنايا فوق الكونطوار واحد ساعتين قبل ما نستعمل شنو بغيت ندير بيه، يعني واش غادي نتكال اليوم. المهم خاص لا ماريناد تبقى فيه واحد ساعتين او مينيموم، قبل ما ماريناد هاد لا ماريناد والبصله والخل، قبل ما كيجيش افته والبصله ما تجيش فيه حاره، ما تجيش مره،
يعني كيجي لذيذ وكيجي فتي وما خاصش اللحم يطيب بزاف. يعني عندي كونساي واحد النصيحه، يعني اللحم قد ما شويناه قد ما عطيناه العافيه بزاف قد ما كيولي داير كيقصح في الطياب في كيقصح هو. دونك غادي نغطيه وغادي نخليه هنايا فوق الكونطوار. هذه هي الفكرة تاعت اليوم والحلقة تاعت اليوم، يعني كيفاش كتديروا اللحم ديال الشوا، هذا اللحم ديال الشوا، يعني باش كيفاش كيجي فتي ويجي رطب وسهل باش الانسان ينضغو. دونك تابعوا هذه الطريقة ان شاء الله، وان شاء الله غادي تكون مزيانة. وشكرا لكم، وما تنسوناش بالدعم، وشكرا لكم، وإلى الفكرة إن شاء الله الجديدة.